أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس، وكل عام وأنتم بألف خير. مع بداية عام دراسي جديد، أتمنى أن يكون هذا العام عام يملأه النجاح والخير. في هذا الفيديو عزيزي الطالب، سأقوم بتوضيح منهاج اللغة العربية. أهلا وسهلا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف السادس. سأقوم عزيزي الطالب بهذا الفيديو بالتعريف بنفسي، التعريف بمادة اللغة العربية، والتعريف بالمناهج والمادة المعتمدة لهذه السنة. بداية عزيزي الطالب، سأقوم بالتعريف بنفسي. أنا اسمي سماح فلاح، معلمة اللغة العربية لطلاب الصف السادس، وأيضا سأقوم بتدريس مادة التربية الوطنية لطلاب الصف السادس. ولدراسة اللغة العربية العديد من الأهداف والأسباب التي تجعل من دراسة اللغة العربية أمرا هاما جدا لا يمكن إهماله بأي حال من الأحوال. ومن هذه الأهداف والأسباب عزيزي الطالب، أولاً زيادة صلة الإنسان العربي بتاريخه وتراث أمته الحضارية واللغوية والفكرية والأدبية. ثانياً تنمية حب اللغة العربية داخل نفوس الطلاب العرب وزيادة فهمها والتعلق بها. ثالثاً العمل على صقل وتنمية مواهب وقدرات الطالب والإنسان العربي وجعله يفهم اللغة العربية بشكل سليم جداً. خامساً، رابعاً تضييق الفجوة الحاصلة بين اللغة العربية واللغة العامية وتشجيع الناس على استخدام اللغة العربية الفصحى. خامساً تقوية اللغة العربية لدى الطلاب العرب وتشجيعهم على القراءة العربية. سادساً استخدام الطلاب للقواعد والنحو والصرف والإعراب وإتقان العديد من جوانب اللغة العربية المختلفة، وأيضاً مساعدة الطلاب على التعبير الصحيح عن ما يجول في خاطرهم وبلغة عربية سليمة، ومساعدتهم بشكل عام على الوقوف على معاني اللغة العربية وتدبرها والتفكر فيها، وأيضاً تساعدهم على اكتساب تركيب وألفاظ لغوية جديدة وزيادة وإثراء المصطلحات والمفاهيم لدى الطلاب العرب. وهذه السنة عزيزي الطالب تختلف عن غيرها من السنوات، إذ أننا نعتمد البرنامج السنوات المتوسطة لMYB، والذي يوفر إطاراً من التحدي الأكاديمي الذي يشجع الطلاب على تبني وفهم الروابط بين الموضوعات التقليدية والعالم الحقيقي، وأن يصبحوا مفكرين ومتأملين. لذلك عزيزي الطالب، عليك أن تتحلى بسمات متعلم البكالوريا وتفهمها جيداً وتستخدمها في هذه السنة. ومن سمات متعلم البكالوريا عزيزي الطالب أن تكون باحثاً، مفكراً، مطلعاً، متواصلاً، ملتزماً، منفتحاً، مهتماً، مجازفاً، متوازناً، ومتأملاً. والآن عزيزي الطالب، أبدأ بتوضيح محتوى مادة اللغة والأدب. الوحدة الأولى بعنوان عالمنا قرية صغيرة. يشمل هذه الوحدة فن المقالة. سنتعرف في هذه الوحدة على أنواعها ومكوناتها وموضوعاتها، وأيضاً سوف نتطرق إلى بعض المقالات، كمقالة بعنوان ثورة تكنولوجيا التعليم، ومقالة بعنوان أصول اللياقة في التعامل بالرسائل الإلكترونية. كذلك عزيزي الطالب، سوف نتطرق إلى التركيب والأساليب اللغوية، وبعنوان جمع المذكر السالم والمثنى، بالإضافة إلى أننا سوف نتطرق إلى القواعد الإملائية
كأن نتعرف على علامات الترقيم ومواضع علامات كتابة علامات الترقيم، ونتعرف أيضا كيفية كتابة ألف التفريق ومتى تكتب ألف التفريق في الكلمات. سنقوم عزيزي الطالب بدعم هذه القواعد من خلال الإجابة على أوراق عمل، سنقوم بالإجابة عليها وتدوين الإجابة على هذه الورقة، بالإضافة إلى أننا سوف نطلع إلى مقاطع مرئية تتحدث حول تطور تكنولوجيا التعليم والبريد الإلكتروني يغيد البريد التقليدي وخواطر حلول منوعة أيضا. أما الوحدة الثانية عزيزي الطالب فهي بعنوان الحمام الزاجل، وسوف نتطرق في هذه الوحدة إلى فن الرسالة، تعريفها، أنواعها، ورسالة إلى ولدي، وسنتطرق إلى أيضا رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للشباب. هذه نماذج على فن الرسالة، وأيضا سوف نتطرق إلى مجموعة من القواعد النحوية كجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وسوف نتطرق إلى القواعد الإملائية ونتدرب عليها جيدا كالألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية، كما أننا سنقوم بتعزيز هذه القواعد الإملائية والنحوية بالتطرق إلى أوراق عمل وكتابتها وتدوين الإجابات عليها. وسوف نشاهد مقاطع مرئية كأن نشاهد رسالة جلالة الملك، حتى تستطيع عزيزي الطالب بنهاية هذه الوحدة أن تطبق فن الرسالة. أما الوحدة الثالثة فهي بعنوان الفن والحياة، سوف نتطرق في هذه الوحدة إلى فن الكاريكاتير، سوف نتعرف على نشأته، أهدافه، تعريفه، خصائصه، وسوف نذكر بعض اللوحات والرسومات كنماذج لهذا الفن. أيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى حياة ناجي العلي ومسيرته الفنية ونماذج من رسوماته. بالنسبة إلى القواعد الإملائية سنقوم بمراجعة عامة للمهارات الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، وأيضا سوف نتطرق إلى القاعدة الإملائية وصل أن الناصبة للمضارع بلا الناهية والألف اللينة المقصورة في نهاية الأسماء والأفعال غير الثلاثية والهمزة المتوسطة، وسوف نتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان اللازم والمتعدي، وأيضا سوف نقوم باستخدام كراسة الخط في هذه الوحدة، وسنقوم بتعزيز هذه القواعد الإملائية والنحوية بالعديد من أوراق العمل، سنقوم بالإجابة عليها وتدوين الإجابات على هذه الورقة، وأيضا سنشاهد بعض من المقاطع المرئية ككيفية رسمة كاريكاتير، ومن هو حنظلة، وهل هو شخصية حقيقية. وفي الوحدة الرابعة عزيزي الطالب والتي بعنوان جولة في المخيلة، سوف نتطرق إلى فن القصة، أنواعها، موضوعاتها، ونماذج قصصية متنوعة كقصة الأسد والأرنب وقصيدة الديك والثعلب وقصة مصاعب الحياة. سوف نتطرق إلى القواعد النحوية بعنوان اللازم والمتعدي، هو تكملة للوحدة الثالثة، والقواعد الإملائية أيضا الهمزة المتوسطة والألف اللينة المقصورة، وأيضا سوف نتطرق إلى إن وأخواتها، وسنقوم بتعزيز هذه القواعد الإملائية والنحوية بأوراق عمل سنجيب عنها عزيزي الطالب، ونقوم بتدوين هذه الإجابات. والوحدة الخامسة عزيزي الطالب هو كتيب ست الكل، رواية ست الكل، سوف نتطرق إلى فن الرواية، تعريفها، أنواعها، وتوثيق الرواية،
والأسئلة المرافقة لكل جزء من أجزاء الرواية. سنقوم بقراءة هذه الرواية والإجابة عن هذه الأسئلة وتدوين الإجابات. سوف نتعرف أيضا بالكاتبة تغريد النجار، وسنتطرق إلى القواعد الإملائية التي بعنوان ألف تنوين النصب وكيفية كتابة العدد 100، وسنقوم بالتطرق إلى القاعدة النحوية كان وأخواتها ومراجعة إن وأخواتها وكان وأخواتها ومراجعة الفعل الصحيح والفعل المعتل. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت. أتمنى لكم عاما مليئا بالنجاح والتوفيق وحظا موفقا أعزائي الطلاب، وشكرا على استماعكم. إلى اللقاء أحبائي طلاب الصف السادس.